تنظيم جالية مهرجان العربية لمدينة كوليبلو. مشكوري الإخوة القيمين لهذا المهرجان، فما أحوجنا فعلا إليه مهرجان يعني يختار ويشجع أجمل الأصوات والمدينة ويعني تلك كفها وكيف يفتح لها الطريق باش تبان هذا شيء جميل. اليوم الندوة أو اللي يستضيف اليوم الندوة في الخزانة المصرية، إذا يعني كيف ما شفتي أثرت يعني واحد تذكير بالمؤطر يعني فوالا هضرات على تاريخ الاغنيه يعني المغربيه بين الماضي والحاضر، الاستاذ المحاضر الفنان سي فؤاد الشعري كما شفتي يعني هضر على الجوانب المشرقه للاغنيه المغربيه في عصورها الذهبيه، ايضا لم يبخل يعني حتى هاد المبدعين الشباب في الوقت الحاضر يعني هضر عليهم واعطاهم مفهوم. وشفتي يعني النقاشات التي اثيرت نقاشات يعني مهمه جدا، ويمكننا ان تخدم هذا الموضوع وتعرفنا يعني على بعض الافكار القيمه والجميله من طرف الجمهور لهذا. اعتقد استاذه بان هناك عمل لتتقوم به المديريه في اتجاه الموسيقى، مؤخرا تم التدشين واليوم مهرجان، وفوق هذا الجانب الثقافي على المستوى الموسيقي. الموسيقى كيف ما قلت تتخضع بالنسبه لنا كمديريه اقليميه يعني بحيز كبير من الاهميه، احنا طيله السنه دعمنا يعني انشطه موسيقيه متنوعه جدا او في دار الثقافه ديال بجعد او في وادي الزر او لا يعني داخل المدينه، يعني نشجع جميع الفرق الشابه الموسيقيه على اختلاف توجهاتها الموسيقيه. ايضا والمهم مهم جدا هو المعهد الموسيقي الذي احدثته وزاره الثقافه مشهوره بالتعاون مع السلطه المحليه والمجلس الجماعي لفريكا، وما شاء الله انا يعني يوميا كنطلع على دوك الوليدات ما شاء الله يعني غادي مسيرين هذا التدريس الاكاديمي الموسيقي الجميل، وهذا يعني ما ننشر الا ان يثلج الصدر صراحه. اذا تنظم مهرجان جميل مهرجان العربيه النسخه الثانيه من المهرجان لهذه السنه تحت شعار غناء شبابنا رمز لاصالتنا، في اطار انشطه موازيه مواكبه لهذا المهرجان تنظم ندوه ثقافيه في موضوع الاغنيه المغربيه الماضي والحاضر التي اطرها السيد فؤاد الشعري رئيس قسم الموسيقى بوزاره الثقافه والاتصال، وقدمته قدمت ندوه او نشرت ندوه الاستاذ حمزه برغه المدير الاقليمي لوزاره الثقافه والاتصال بخريجه، تناول الموضوع الواقع الاغنيه المغربيه الماضي والحاضر، وقد حدثت مناقشات يعني مركزه في هذا المجال هذا، حضر جميع بعض الفعاليات المجتمع المدني بالاقليم منها من صحفيين ومن مهتمين بالاغنيه العربيه وبعض السينمائيين، وانتظار ان شاء الله السنه المقبله تنظم المسابقه النهائيه لمهرجان الاغنيه العربيه والتي سيتبارك فيها سته مترشحين بوجود لجنه وازنه ستبت في مسابقه جميع المترشحين. اولا هو فتح الموسيقى كان الماضي والحاضر وفيه الشباب، اما تاريخ الموسيقى صعب ان الانسان يتكلم عليه كتاريخ يعني كيشح المصادر. بالنسبه للندوه اولا انا هذه الندوه الثانيه في فريدة اللي التقيت مع الشباب ديالها وعجبني الحال، لان الناس عندهم توجهات فنيه وتعابير، وثانيا حنا كنحاولوا يعني نشيروا البعض التجارب اللي كانت مع الرواد اللي عشت معاهم والان كنعيشوا مع الشباب، الرواد اللي كانوا عندهم وصف فنيه وكنتكلموا على ابنيات اذا بغيتي تقول التواصل اللي ولات الان، واللي المشارقه بنفسهم الان يعني ذاك الاسلوب ديال الاغاني ما بقاش، وكنظن بان الشباب خصنا نخليوه يعبر ونخليوه يكون واحد التراكم مع التأطير من هذا التراكم هذا يمكننا ناخذ واحد النتائج، مع العلم ان احنا ماشي غنكونوا في المحليين في افكارنا المحليين، وانما كاين شباب في مستوى عالي من الموسيقى والغناء وجميع المجالات ديال الفنون
اللي هما معروفين برا ومعروفين عالميا ولكن كنعرفوهم شباب. كاين شباب طاقات. كخلاصه استاذ انا الندواء عجبتني وكنتمنى ان الندوات ما تكونش غير كلام، لان خليها راك شتي خلينا مفتوحه. نعم مفتوحه باش كل واحد يعبر على رايه وما تكونش تعليمات تقليديه. ثانيا كنشوف في نظري ان تكون الندوات نماذج، تكون نماذج للشباب، نماذج للروابط باش يعرفوا الناس جميع الادواق. شكرا استاذ. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.